المزيدي بعدما سجل عصام الحضري. الآن المزيدي يتقدم ويضيع والكرة تمر وتذهب إلى خارج أرضية الملعب. لم يسجل على المزيدي، لم ينجح في ركلة جزاء. نادي أحد يضغط الآن وفرصة تتهيأ وفرصة مهارة جميلة يا على الكرة مومو تونداي. المدرب الأرجنتيني ينتظر وصول لاعب أرجنتيني. كرة خطيرة باتجاه ريفاس، ريفاس مر يلعب كرة يا اللقطة الأخيرة. بدأ أن الرسالة وصلت عند ريفاس. كنت أتكلم أنه هذا ليس ريفاس الاتحاد، ليس ريفا اللي كنا نشاهده ونشوف أهدافه الممتعة الجميلة في الاتحاد، سواء كانوا من الأساسيين في المنتخب السعودي أو من اللاعبين المواليد اللي راح تتاح لهم فرصة كبيرة. لكن الآن فيها فرصة كبيرة. مستحيل سهلاوي، يا رب ليوناردو، لا تصدق هذه الكرة. كم من المرات يجب أن تضيع عصام الحضري يتنفس الصعداء. الله على الصناعة، تحرك السهلاوي، عصام يتحدى النصر، عصام يقف حتى الآن. ليوناردو أمام المرمى يترك المساحة، لكنهم فعلا الآن يتقدمون. الضوء حول الكرة لجهة اليسرى وجول، غير معقول غير معقول. رايد كاد أن يهدي جماهير أحد الغفيرة. هدف التقدم ليس للمرة الأولى ولا المرة الثانية، بل ثالثة تضيع يا رايد.